مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا في نشرة أخبار الثقافة من تلفزيون سلطنة عمان. نبدأها بأبرز العناوين. وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون يتداولون الاستراتيجية الثقافية الخليجية. تأجيل النسخة الخامسة من مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط. انطلاق النسخة السادسة من معرض اسطنبول للكتاب العربي. تدارس وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون الخليجي خلال الاجتماع 25 الاستراتيجية الثقافية الخليجية وإرفاق برنامج تنفيذي للأنشطة المشتركة. وخلال الاجتماع كرم الفنان التشكيلي أنور بن خميس سوني الزجالي والشاعر حسن بن عبيد المطروشي. ترأس مشاركة السلطنة نيابة عن صاحب السمو وزير الثقافة والرياضة والشباب سعادة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة. في كل زاوية من عمان يتراءى لك مشهدا ثقافيا إنسانا وأرضا. مشهد الأمة العمانية لا يغيب والخليج أجمع، حيث الاجتماع 25 لأصحاب السمو والمعالي وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تدارس ما طرى على الاستراتيجية الثقافية الخليجية وأنشطة مشتركة اعتمدت لتكون محل تنفيذ للعامين المقبلين، والحديث عن مركز التعريب والترجمة الذي سيتخذ من مسقط مقرا له. الاستراتيجية الثقافية الخليجية استراتيجية مهمة تم تحديثها وهي تحدث باستمرار، يعني المهم في الموضوع أن سيرفق بهذه الاستراتيجية الثقافية برنامج تنفيذي سيتم يعني إن شاء الله مباشرة العمل فيه بعد اعتماده. هناك أيضا اعتماد لمجموعة من الأنشطة والبرامج الخليجية المشتركة التي يعني سيتم تنفيذها إن شاء الله خلال عام 2022 و2023. ابتسم أنور سونيا الفنان التشكيلي الذي كرم تزامنا مع اجتماع وزراء الثقافة كونه من أبرز الشخصيات في المشهد الثقافي، والدول الخليجية الأخرى كرمت روادها المساهمين الثقافيين. وحديث عن زمن غابر وريشته الساحرة التي رسمت أناس مسقط خاصة وجبالها وبحرها وأوديتها. شيء جميل جدا، وأنا أتمنى مو بس بيكون أنور سونيا، بيكون الفنانين الآخرين السنوات القادمة الحصول على هذه الإبداع. وأما من ناحية الفنون صراحة نحن متطورين، مطور تطور أكثر، والبلد ما مقصر معانا، وهي شيء جميل. الإبداع نحن في تكريم للمبدعين وهذا شيء جميل. وللكلمة وحرف الشعر تكريم، فحسن المطروشي الذي تخضب بأعمال شعرية ودواوين قد نال جائزة توليولا إيطاليا للشعر العالمي. وهنا حديث عن استحقاقات قادمة. عمان بلد حضاري وبلد عريق، ليس من اليوم امتداد هذه الأجيال والتي قبلها، هي امتداد لكل هذا البعد الحضاري العميق في لعمان. المشهد الثقافي اليوم متنوع وعلى كافة الأصعدة، سواء على مجال الفن التشكيلي في الرواية، وقد حققت يعني جوائز عالمية متقدمة في الشعر، وهناك رموز وأسماء نفتخر بها. المشهد الثقافي الخليجي يرنو إلى النمو، فأبعاده واسعة إذا ما استثمرت بالصورة الأمثل. واجتماع وزراء الثقافة توجهاته نحو ذلك بطريقة مباشرة وغير مباشرة. تكريم رواد العمل الثقافي في السلطنة مع انعقاد اجتماع وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يشير إلى الاهتمام الذي توليه القيادات في هذه الدول، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا على المشهد الثقافي عموما. من وزارة الثقافة والرياضة والشباب، فارس بن جمعة الوهيبي، مسقط.
دشنت النسخة الخامسة من مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية بالسلطنة. المسابقة تركز على تعزيز قدرات الطلاب والمعلمين في مجال تمكينهم من استخدام التقنيات المبتكرة من خلال تنافسهم على تقديم مشاريع تدعم خطط التنمية. لتحفيز الابتكار لدى طلاب الجامعات وتوفير التدريب الاحترافي لهم لتسريع اندماجهم بالتكنولوجيا المتطورة وتعزيز كفاءاتهم ورفع مستوى مهاراتهم وخبراتهم من أجل دعم مسيرة التحول الرقمي في السلطنة، دشنت النسخة الخامسة من مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية الحكومية والخاصة بالسلطنة. هذه المسابقة هي مسابقة مهمة بالنسبة لنا، ومن خلال أيضا المشاركات السابقة يعني وجدت لدينا خبرات واسعة في مجال هذه المسابقات، وكذلك أبنائنا وبنات الطالبات خلال الفترة الماضية سجلوا يعني إنجازات الحمد لله يشيد بها الجميع على المستوى المحلي والإقليمي وكذلك على المستوى الدولي. فاستمرارنا في هذه المسابقة يمثل لنا جانب مهم جدا فيما يتعلق بالتكوين واكتساب المهارات المتعلقة بالتقنيات الحديثة، والآن العالم في سباق كبير جدا حول موضوع هذه المهارات وحول أيضا التقنيات الحديثة. المسابقة تركز على تعزيز قدرات الطلاب والمعلمين في مجال تمكينهم من استخدام التقنيات المبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة من خلال تنافسهم على تقديم مشاريع مبتكرة سترفد بلدانهم بابتكارات تقنية تسهم في دعم خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية. شاركت في مسابقة هواوي ICT Competition السنة الماضية، وحصلت أنا وفريقي على المركز الثالث على مستوى الشرق الأوسط. المسابقة كانت في مختلف المجالات، الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي، تقنية الجيل الخامس. هذه المسابقة تستهدف تحفيز الفكر الإيجابي لدى الطلبة، وأيضا ترفع مستواهم في مجال تقنية المعلومات، وأيضا تسمح لهم بخوض تجارب جديدة في مجال تقنية المعلومات في عدة مجالات مثل السكيورتي والـ5G وغيرها. يذكر أن التسجيل في مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات سيكون عبر موقعها الإلكتروني، حيث ستمر على عدة مراحل، وسيجري اختيار 10 فرق للمشاركة في النهائيات الإقليمية، على أن تختتم المسابقة نهاية نوفمبر المقبل. عاد معرض اسطنبول الدولي للكتاب العربي في نسخته السادسة تحت شعار حلق بالمعرفة ليطل على القراء ومحبي اللغة العربية في تركيا. يهدف المعرض إلى تعزيز التقارب الثقافي والفكري بين العرب والأتراك وإتاحة الفرصة لتبادل الآراء في العديد من القضايا التي تهم الجانبين. المعرض يوفر منصة تطل الثقافة العربية من خلالها على القراء الأتراك والعرب على السواء. نشرتنا الثقافية مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. معرض في بروكسل لأعمال الرسام البريطاني ديفيد هوكناي.
أهلا بكم من جديد. يحتضن قصر الفنون الجميلة في العاصمة البلجيكية بروكسل معرضا لأعمال الرسام والنقاش والمصور البريطاني دافيد هوكناي. يشتمل المعرض لوحات نادرة بما فيها لوحة تضم 3000 صورة تتوسطها صورته داخل ورشته، بالإضافة إلى لوحة أعظم الأشجار قرب الماء المنجزة في عام 2007، والتي تعد الأضخم من بين أعمال هوكناي. يذكر أن أعمال الفنان أخذت بعدا عاطفيا في السبعينيات بواسطة أشخاص من محيطه العائلي، قبل أن يكتشف التيار التكعيبي وأعمال الرسام الإسباني بابلو بيكاسو. ما زلنا في بروكسل، حيث خرج نحو 25,000 إلى الشوارع يطالبون باتخاذ موقف إزاء التغير المناخي، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ. نحو 25,000 خرجوا إلى شوارع العاصمة البلجيكية بروكسل يوم الأحد للمطالبة باتخاذ موقف إزاء التغير المناخي، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ. وتجمع أفراد تابعون لأكثر من 80 منظمة، منها السلام الأخضر غرين بيس وأوكسفام ونقابات تجارية في وسط المدينة، وبدأوا مسيرتهم نحو مقرات المؤسسات الأوروبية في العاصمة. وحمل المشاركون في المسيرة لافتات تطالب بالحفاظ على كوكب الأرض ومناخه، ورفعوا عبارات من قبيل جدي ما هو الثلج ونحن نحافظ على الكوكب. مارتين شاب قاعدة تبلغ من العمر 69 عاما، قالت إن الكثير قد تحقق في مواجهة جائحة كوفيد-19، أما فيما يتعلق بالمناخ فقد قيل لنا لسنوات إنه يجب علينا أن نعمل على ذلك، ولو كنا انتهجنا الطريقة نفسها لمواجهة التغير المناخي لما كان الحال بهذا السوء. وأضافت أن الوقت قد حان لإعادة ترتيب الأولويات، والمناخ هو الأولوية القصوى. ومن المقرر أن يجتمع زعماء العالم في المؤتمر الذي ينعقد في غلاسغو في نوفمبر تشرين الثاني المقبل لبحث الالتزامات التي جرى التعهد بها في باريس عام 2015 من أجل استقرار مناخ وتسريع العمل للحد من تغير المناخ. أعلنت شركة فيسبوك أنها ستدخل إجراءات جديدة على تطبيقاتها لصرف المراهقين بعيدا عن المحتوى الضار، في وقت ينظر فيه مشرعون أمريكيون عن كثب كيفية تأثير هذه المنصة للتواصل الاجتماعي والوحدات التابعة على الصحة العقلية لصغار السن. شركة فيسبوك ستدخل إجراءات جديدة على تطبيقاتها لصرف المراهقين بعيدا عن المحتوى الضار، هذا ما أعلنه مسؤول تنفيذي في الشركة العملاقة في وقت ينظر فيه مشرعون أمريكيون عن كثب كيفية تأثير هذه المنصة للتواصل الاجتماعي والوحدات التابعة لها مثل إنستغرام على الصحة العقلية لصغار السن. نيك كليغ نائب رئيس فيسبوك للشؤون العالمية عبر أيضا في برنامج تبثه شبكة CNN الأمريكية عن الانفتاح على فكرة السماح للمنظمين بالوصول إلى خوارزميات فيسبوك المستخدمة لوصول المحتوى لجمهور أوسع. وقال كليغ إن الخوارزميات يجب أن تخضع للتدقيق إذا لزم الأمر من خلال اللوائح، بحيث يمكن مطابقة ما تقول أنظمة الشركة إن من المفترض أنها تفعله بما يحدث بالفعل. تصريحات كليغ جاءت بعد أيام من إدلاء موظفة فيسبوك السابقة فرانسيس هوغن بشهادتها في مبنى الكونغرس بخصوص كيفية إغراء الشركة المستخدمين بالاستمرار في التصفح، الأمر الذي يضر بسلامة المراهقين العقلية.
وأضاف كليغ أن الشركة ستقدم شيئا يعتقده هو أنه سيحدث فارقا كبيرا، فعندما ترى أنظمة الشركة أن المراهق يتابع المحتوى نفسه مرارا وتكرارا وهو محتوى قد لا يفيده، فستدفعه لمتابعة محتوى آخر. وتابع أنه بالإضافة إلى ذلك فإن الشركة ستستحدث فكرة خذ استراحة لتدفع المراهقين ببساطة لأخذ استراحة من تصفح موقع كإنستغرام. واستجوب أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي شركة فيسبوك بخصوص خططها لتوفير حماية أفضل للمستخدمين الشبان على تطبيقاتها، وذلك عقب تسريب بحث داخلي أظهر أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي كانت على دراية بكيفية إلحاق تطبيق إنستغرام ضررا بالصحة العقلية للشباب. وأشار كليغ إلى أن فيسبوك أوقفت في الآونة الأخيرة خططها لتطوير إنستغرام كيدز الذي يستهدف الأطفال قبل سن المراهقة، وأنها تقدم ضوابط اختيارية جديدة للبالغين للإشراف على المراهقين. بعد نجاح مسلسل لعبة الحبار تزايد الإقبال على تعلم اللغة الكورية عالمياً، وبحسب تطبيق دولينجو أن لديه أكثر من 7,900,000 مستخدم نشط يتعلمون اللغة الكورية، وهي ثاني أسرع لغاته نمواً بعد اللغة الهندية. كاتارينا كوستا برتغالية تبلغ من العمر 24 عاما وتعيش في تورونتو بكندا، تقول إنها عندما بدأت تعلم اللغة الكورية قبل عامين لم يستوعب معظم معارفها السبب الذي دفعها لذلك، لكن بعد نجاح مسلسل لعبة الحبار من إنتاج نتفليكس والتزايد شعبية فرقة BTS بات ينظر للأمر الآن بمنظور مختلف وتزايد الإقبال على تعلم اللغة الكورية. وذكر تطبيق لتعليم اللغات أن الاهتمام بتعلم اللغة الكورية زاد مع نجاح مسلسل لعبة الحبار، مما يؤكد الهوس العالمي المتزايد بالثقافة الكورية الجنوبية. وأضاف تطبيق دولينجو أن المسلسل التشويقي المؤلف من 9 حلقات حول متسابقين يعانون من ضائقة مالية يتنافسون حتى الموت في محاولة للفوز بجائزة مالية ضخمة، حفز المبتدئين ومن يدرسون بالفعل اللغة الكورية على تحسين مهاراتهم. وسجل التطبيق زيادة بنسبة 76% في عدد المستخدمين الجدد الذين اشتركوا لتعلم اللغة الكورية في بريطانيا و40% في الولايات المتحدة خلال الأسبوعين التاليين لعرض المسلسل لأول مرة على منصة نتفليكس. ووفقا للمؤسسة الكورية للتبادل الثقافي الدولي يبلغ عدد المتحدثين باللغة الكورية في جميع أنحاء العالم حوالي 77 مليونا. وذكر تطبيق دولينجو أن لديه أكثر من 7,900,000 مستخدم نشط يتعلمون اللغة الكورية، وهي ثاني أسرع لغاته نموا بعد اللغة الهندية. في ختام نشرتنا الثقافية هذا تذكير بأبرز العناوين. وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون يتداولون الاستراتيجية الثقافية الخليجية. تأجيل النسخة الخامسة من مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط. انطلاق النسخة السادسة من معرض اسطنبول للكتاب العربي. نشرتنا الثقافية انتهت، نلتقيكم بإذن الله تعالى في نشرة أخبار ثقافية متجددة. تقبلوا تحيات فريق العمل وإلى اللقاء.